من بعد البداية السيئة للمنتخب الإماراتي بتصفيات كأس العالم، إلا أنه رجال زايد عم بعودوا بقوة. المنتخب الإماراتي هو المنتخب العربي المستفيد الأول بهيد المجموعة. خلونا نشوف مع بعض أهداف اليوم. للأسف خسارة المنتخب اللبناني بهدف وحيد لكوريا الجنوبية، بس شوفوا هذه الفرصة اللي ضاعت، والله لو عدتوها مرتين ثلاثة أربعة بتفوت بالجول. أما بالنسبة للمنتخب العراقي فللأسف عم يخسر بنتيجة 1-0 قدام منتخب إيراني ليتأهل رسميا لكأس العالم. أما بالنسبة لآخر مباراة فمن بعد فوز المنتخب الإماراتي على المنتخب السوري بنتيجة 2-0 فصار فينا نقول المنتخب الإماراتي أكثر من 90% رايح على الملحق. فوز واحد فقط والمنتخب الإماراتي إلى الملحق، وبحال راح الملحق فأنا بدي أتمنى له كل الخير والتوفيق. بتمنى المنتخب الإماراتي والدول الخليج تتأهل لكأس العالم لحتى تنور الملاعب القطرية. ألف مبروك لرجال زيت منتخب الإماراتي، وهارد لك للمنتخب اللبناني، منتخب السوري، منتخب العراقي.